يا هو السلام عليكم الدراري. المهم اليوم غادي تشوفوا معنا كيفاش كدوز الحصه ديال الفريستايل عندنا في رمضان. المهم الحصه ديال الفريستايل في رمضان راه ما كدوش شي حاجه اللي زعما بزاف وكيكون شويه غالب علينا العيا، ولكن المهم كنديروا جهدنا باش كامل يطيح لينا النيفو مزيان، ومنها كنستافدوا. انا كنتريني في واحد لي كونديسيون كما قلت لكم اللي ما كاينينش في الايام الاخرين. المهم خليكم مع الفيديو وان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش لايك سبسكرايب وكومونتير باش تفوتيفاو مع اخوكم. يلا السلام عليكم. فين حمزة؟ دوز كيف حالك؟ طيب؟ ها؟ دوز طيب باش نروحو عطيتو قلتلو كاملين طايحه ولا بلاش حيدها مريه هذا Come on, man.